زهرة؟ ازيك يا زهرة؟ ازيك يا ماجد؟ انت فين بقالك مدة ما شفتكش؟ مدة ازاي؟ انا تقريبا اول امبارح شفتك هنا. ايوه بس انت امبارح ما جيتش يعني. تنسي ان انا بشتغل طيار واحيانا الشغل بياخدني يومين وثلاث ايام، بس انت ماشيه بدري ليه؟ اصل بيني وبينك زهقت من الشغل في المستشفى هنا. امبارح نقلوني قسم الاطفال والنهارده عايزين يرجعوني تاني قسم الجراحه. قال ايه الحاج مصمم عليا. بس هو ده كان مكانك من الاول يا زهره يعني. ايوه بس الست حليمه وفهيمه هما اللي نقلوني. بيني وبينك يا ماجد انا مش عايزه مشاكل خالص، قلت اخد اجازه بقى لحد ما يخرج من المستشفى الحاج. وهتسلمي كده ببساطه وتخليهم يشمتوا فيكي؟ ايه رايك نخرج نقعد في مكان هادي ونتكلم في الموضوع؟ موضوع ايه؟ الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ضروري يعني؟ ضروري. اصلك انتي ما تعرفيش انا بحب الحاج فرج قد ايه، ومش عايزه يفتكر انك رافضه تكون الممرضه بتاعته. قلت ايه؟ قلت طبعا انا ما كنتش عارفه ان انت بتحب الحاج قوي كده. انا بموت في الحاج. اتفضلي. انا عارف ان اختي ومدام فهيمه زعلوكي، لكن بصراحه هم معذورين. المشكله في الحاج لما بيشوفهم بيحاول يغيظهم ويحاول يسير غيرتهم. ايوه بس انا ذنبي ايه بقى يا كابتن ماجد؟ كابتن ماجد؟ ما بلاش كابتن، دي ماجد وبس. خلاص ماجد وبس. عشان خاطري بقى عايزك ترجعي للحاج. ايوه بس الحاج مش ناوي يجيبها البر، وبعدين بصراحه بقى انا سمعت ان هو راجل مزواج. يا زهرة مفيش حد في الدنيا يقدر يتجوز واحدة غصب عنها، إلا بقى إذا كانت ظروفها سيئة جدا. في ناس كتيرة قوي ظروفها سيئة جدا بتعمل حاجات غصب عنها. لكن اللي أقدر أقوله عن اللي بتعمل كده إنها زي اللي بتبيع نفسها. في ناس كتير جدا بتبيع نفسها عشان خاطر اللي في رقبتهم يعرفوا يعيشوا. ده يبقى نوع من الانتحار. إزاي إنسانة تتجوز إنسان تاني ما بتحبهوش ولا في بينها وبينه أي نوع من التواصل؟ المشاعر والأحاسيس مش كلام بيتقال. مشاعر والأحاسيس هي اللي بتدي حياتنا قيمة، ومن غيرها حياتنا ملهاش لا طعم ولا لون. بعدين في ناس كتير ما معهاش فلوس مع ذلك ما بيتنزلوش عن مشاعرهم وأحاسيسهم. أنا بقى بحترم الناس دي جدا. كلام حلو قوي، بس احنا في زمن صعب يا ماجد، زمن بيطحن بني آدمين. نغير الموضوع بقى، أنا عايزك ترجعي للحاج، مش عايزه يزعل منك عشان خاطري، وهتكون بقى فرصة أشوفك. أنت شايف كده؟ أنا شايف كده. بعدين مش هي دي الفرصة الوحيدة اللي بقدر أشوفك فيها؟ أنت ما كنتيش أساساً عايزة تيجي معايا هنا لولا قلت لك هنتكلم في موضوع الحاج. أيوه بس إحنا ما اتكلمناش في موضوع الحاج وبس. صح، إحنا اتكلمنا في مواضيع كتير، لكن ما اتكلمناش في أهم حاجة لازم نتكلم فيها. اللي هي إيه؟ ما اتكلمناش عن نفسنا. لا كل اللي في نفسك قوله، يعني اللي انت عايز تقوله قوله. طب مين فينا اللي هيبتدي، انت ولا انت؟ لا انا عايز اسمعك انت الاول. يبقى انت اللي تبتدي بقى. انا فاهم، عندي حق، قلت الاقي سيادتك مرزوع هنا وقفل تليفونك من الصبح ليه؟ مش فاهم. انا مساء الخير. مساء النور. لا ده انت المفروض تلمي تليفونك ده في النيل يا راجل. إيه انت هتفضل قاعد هنا كتير؟ انا مرتاح كده. ما تقعد هناك زي الناس المحترمه. يلا سيبني. بعرفك على باشمهندس فريد مصطفى، زميلي في الشركه اللي بشتغل فيها. زميلك بس؟ ايه يعني، صاحبي وحبيبي واخويا واعز صديق عندي. ايوه كده تعبك، كمل بقى التعارف. زهره ممرضه في المستشفى اللي راقت فيها الحاج. وانا اقول الحاج طول في رقدته ليه؟ ده العيله كلها اتضربت باين. ليك حق يا معلم تنسى شغلك والمطار، دول دايخين عليك. تكلم جد؟ امال ايه؟ مؤاخذه يا مدمازيل، اصلهم بعتوني اجيبه من تحت تقطيع الارض، بس انا بصراحه جيت هنا لا لقيت تقطيع ولا لقيت ارض، انا لقيت الجنه. انا حاسس ان انا في الجنه يا اخواني. حيلك حيلك يا ابني، ايه ده انت داخل حامي قوي كده ليه؟ انا مش مالي عينك يعني؟ يا عم ما تفصلنيش، سيبني اقول الكلمتين اللي عندي. ده مش كلام، ده غزل وغزل صريح. لا حادي انت قوي، المهم انت بس جري على المطار يلا،
اصل في طياره طالعه المطريه وهم مزنوقين قوي في طيار. بس انا ما عنديش شغل النهارده. ايه؟ لا ما هو اصل انا سمعت ان اشرف محمود عنده ظروف، عيان او خالته بتولد، في حاجه يعني. يلا حبيبي يلا عشان هم مستنيينك. يلا ما اقدرش، لازم اوصل زهره الاول. مالكش دعوه انت، انا هوصلك. لا لا ما تتعبوش نفسكوا، انا هاخد تاكسي واروح. لا تاكسي ازاي وانا موجود، انا هوصلك انا. لا متشكره، انا اصلي عندي مشاوير كتير جدا هعملها قبل ما اروح يعني. النبي لو رايح اكل ديفوار هوصلك. اهو اصرارك ده هو اللي يخوف. ايه ده، مفيش ثقه ولا ايه؟ اه طبعا في ثقه في زهره، لكن انت الواحد يخاف منك يا اخي. ايه زهره دي؟ دي يا ابني اسمها زهره، افتح الزين. وبعدين لو ما عندكش ثقه فيا خلي عندك ثقه في نفسك. وانت خلي عندك شويه دم. ماشي قول لي، معاك فلوس ولا احاسب لك انا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ترى فين شقة الست زهرة الممرضة؟ شقة الست زهرة فوق. هو حضرتك عايزها في حاجة؟ كنت عايزها في حاجة مهمة أوي. بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا ترى عايزها في إيه ده؟ مين اللي على الباب؟ مش دي شقة زهرة الممرضة؟ أيوة أيوة هي يا أخويا، أيوة هي. طب ممكن اتشرف واعرف الاول مين بيكلمني؟ انا والدتها. انت مين؟ انا من طرف الحاج فرج ابو اليسر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه يا حاجه، اصل احنا سالنا عليها في المستشفى يعني قالوا لنا انها مشيت. معلش يا اخويا هي لسه ما جاتش. انا مش قادره اقول لك اتفضل استريح، اصل انا قاعده لوحدي والشيطان شاطر. الصراحه عندك حق يا حاج. طب ما تعرفش يا اخويا هو عاوزها في ايه؟ عسل عسل. ما قلتليش ايه رايك فيا بقى؟ لا انا كنت عايزه اسمع رايك في ماجد. ايه مش انت بتقول ان انتوا اصحاب من زمان؟ يلا اصحاب، وما كلمكيش عني ولا ايه؟ فاكر انه كلمني عنك. تصدقي ان ده واد واطي. لا ما تقولش عليه كده عشان ما ازعلش منك. لا 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 ده انت باين عليكي واقعه قوي. على هو ابن حلال ويستاهل، انا على طول بحسده، بس المره دي اول مره احسده من قلبي. تحسده على ايه؟ بحسده عليكي انت طبعا. لا بقول لك ايه، انت فاهم غلط، انا اول مره اخرج معاه المره دي، وكمان عشان في ظرف جامد جدا قريبه ده اللي في المستشفى الحاج. ايه ده معقول؟ ده من كتر ما بيتكلم عنك افتكرتكم عاملين زي نور ومهند كده. هو بيتكلم عني بيقول ايه؟ لا مش هقدر اقول لك بصراحه، اصل دي اسرار بيني وبين صاحبي، واحنا متفقين محدش فينا يطلع سر التاني بره. الله انت زعلتي ولا ايه؟ طب قولي انت ساكنه هنا؟ يعني فين بالظبط؟ عشان انا ليا بعض القرايب ساكنين في المنطقه هنا. انا متشكره قوي يا باشمهندس، انا تعبتك معايا يعني اذنك. ايه الوش ده؟ علوم يعني دي فرصه سعيده قوي مدموزيل زهره، سعيده قوي قوي يعني بجد يعني. ايه المزه دي؟ هو في كده؟ انا فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لك ان اللعبه اللي انت لعبتها دي ما دخلتش عليا، مفيش حد كان عايز ماجد في الشغل ولا حاجه، يبقى العب غيرها يا باشمهندس. ايه ده فاساني كده البت دي؟ حته نمره.